دلوقتي هنروح مع حضراتكم عشان نتعرف على اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في الدوري المصري كمان الدوري الاسباني. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيؤدي 365 ألف طالب وطالبة بجامعة الأزهر امتحانات الترم الأول، وأوضحت الجامعة أنه تم توفير بيئة مناسبة لأداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول بكل سهولة ويسر، وأيضاً تم التنبيه على الكليات المجاورة ألا تبدأ في وقت واحد لكي لا يحدث تكدس بين الطلاب أثناء الدخول أو الخروج. النهاردة أجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلاً من يوم السبت الموافق 7 يناير للعاملين في شركات القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وده في إطار الحرص على توحيد موعد الأجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 12 من عمر المسابقة، هيلتقي البنك الأهلي مع نادي أسوان الساعة 3:15. في نفس التوقيت هيلتقي حرس الحدود مع الإسماعيلي. الساعة 7 هيلتقي كل من سموحة مع فاركو وطلائع الجيش مع المقاولين. بالنسبة لماتشات الدوري الأسباني، فالنهاردة في 3 مباريات قوية في إطار الجولة 16 من عمر المسابقة، هيلتقي الميريا مع ريال سوسيداد الساعة 3 العصر، والساعة 5:15 هيلتقي ريو فاليكانوا مع ريال بيتس، والساعة 7:30 هيلتقي أشبيلية مع خيتافي.